الرئيس السيسي يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعي للبولي إيثيلين في الشرق الأوسط يتكون من 6 مصانع متكاملة. مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بالبحيرة ويؤكد أن مشروعات الحماية الاجتماعية أولوية للحكومة مهما كانت التحديات. بعد مغادرة أولى سفن الحبوب للموانئ الأوكرانية، موسكو ترحب وكييف تعتبرها انفراجة للعالم. 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مجمع صناعي لإنتاج البولي إيثيلين لسد احتياجات السوق المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وعدد من المسؤولين. أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة من خلال جهاز الخدمة الوطنية في توطين الصناعة بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث اطلع السيد الرئيس على تفاصيل المجمع الصناعي الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، والذي من المنتظر أن يسهم في إنتاج جزء كبير من المستلزمات الصناعية المستخدمة في العديد من القطاعات ومنها قطاع التحول الرقمي، وذلك من خلال إنتاج جميع أعمال ومستلزمات الفايبر من الكابلات إلى جانب قطاع النقل الحديث مثل القطار الكهربائي السريع والمونوريل، كما أنه سيوفر نحو 35% من الاحتياجات الصناعية الخاصة بالبنية الأساسية في مبادرة حياة كريمة، عوضا عن استيرادها من الخارج. وأشار متحدث الرئاسة أن المجمع الصناعي سيتكون من 6 مصانع رئيسية في مختلف القطاعات الخاصة بمشتقات البولي إيثيلين، ويضم 30 خطا للإنتاج مؤلف لألف منتج مختلف، مما سيسهم في توفير العملة الصعبة من خلال تخفيض الاعتماد على الاستيراد. وأضاف أن المجمع الصناعي الذي سيتم إنشاؤه في منطقة الصعيد سيكون مطابقا للمواصفات الأوروبية، وسيتم اعتماد منتجات دولية، بما يفتح أفاقا للتصدير خاصة للدول الإفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات للتجارة الحرة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منطقة شق الثعبان بشكل كامل وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى مدينة الرخام والجرانيت، بحيث تكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الصناعات المحلية وكذلك للحد من التلوث البيئي. كما وجه السيد الرئيس بإلاء الاهتمام اللازم برفع كفاءة البنية الأساسية بالمنطقة لتطوير مختلف الخدمات بها من كهرباء ومياه وصرف صحي وتغذية كهربائية وتطوير شبكة المحاور الرئيسية المحيطة بها وطرقها الفرعية. جاء ذلك خلال اجتماع للسيد الرئيس مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ولواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات. وصرح متحدث الرئاسة بأن الاجتماع تناول استعراض مجمل مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية، وأضاف أيضا أنه في إطار مشروعات جهاز الخدمة الوطنية استعرض اللواء وليد أبو المجد مجمل نشاط الجهاز في مختلف القطاعات خاصة في مجال الأمن الغذائي بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بما في ذلك الموقف التنفيذي للمرحلة المختلفة لشركة سايلو فودز والمجازر الآلية والمتكاملة، إلى جانب زراعات شتلات القصب، فضلا عن تطوير مجمعي مصانع قها وأدفينا. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة هي قمة مشروعات الحماية الاجتماعية، نظرا لما تتضمنه من مشروعات تحسن من الحياة اليومية للمواطنين. وأشار رئيس الوزراء خلال جولته التفقدية لمشروعات حياة كريمة بالبحيرة إلى أن إجمالي ما يتم تنفيذه من مشروعات بالمحافظة بلغ 124 مليار جنيه، منها 80 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات القومية و44 مليار لمشروعات حياة كريمة. احنا بنشمل 6 مراكز من المحافظة
42 وحدة محلية بأكثر من 3900 قرية وتابع. عدد المشروعات 8868 مشروع بتكلفة 44 مليار. ده غير ال 80 مليار اللي احنا بنتكلم عليهم كمشروعات قومية. يعني لما بنجمع الاثنين مع بعض يبقى محافظة البحيرة نصيبها من مشروعات التنمية اللي في البلد 124 مليار جنيه. أنا بس حابب أحط قدامكم هذه الأرقام عشان نعرف الدولة المصرية على مدار الأربع أو الخمس سنوات طبعا الأخيرة، ولكن هو بالأخص يعني منذ 8 سنوات منذ تولي فخامة الرئيس، ولكن طبعا الحجم الأكبر بدأ من الإنجاز في آخر 5 سنوات. وصلنا في محافظة واحدة ب 124 مليار، وفي كل محافظات مصر هنلاقي الأرقام بهذا الشكل، ومفيش قطاع ما بيتعملش فيه تنمية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن أحد أهم أهداف مبادرة حياة كريمة هو توفير فرص العمل للشباب. وأوضح مدبولي أن حجما كبيرا من المواد الخام والمعدات بالمشروعات التنموية مصنعة محليا، لافتا إلى أن 75% من مستلزمات مشروعات الكهرباء تنتج محليا. إحنا طبعا حجم كبير جدا النهاردة بقت من المواد الخام والمعدات مصنعة محليا، وده شيء مهم جدا. يعني يمكن كل اللي حضراتكم شفتوه ده مصنع محلي، انا بتكلم هنا على مواد الخام والانشاءات والتشطيبات وكل الكلام ده. لكن مازال طبعا عندنا تحديات في بعض المعدات اللي يمكن احنا كمصر النهارده في خطه وبتتنفذ على الارض لتوطينها. على سبيل المثال الطلمبات الخاصه بمحطات المياه ومحطات الرفع، النهارده عشان نبقى عارفين 75% من كل مشروعات الكهرباء بقت بتنتج محليا. احنا وصلنا لنسبة اكتفاء ذاتي في كل مواد الخام ومستلزمات قطاع الكهرباء الى اكتر من 75%. فالمشروعات دي بتساعدنا فعلا وبتشجع على ان يبقى في توطين لهذه الصناعة. وفيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية العالمية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستعدة للأزمة الاقتصادية العالمية، وتم وضع احتياطي كبير في موازنة العام الجاري تحسبا للطوارئ هذا العام في الموازنة عشان الطوارئ اللي ممكن هتحصل نتيجة لأن محدش عارف أسعار المنتجات وأسعار الوقود هتحصل لإيه. فإحنا متحسبين تماما، ولكن على الرغم من كل ده ما زالت المشروعات الذات الأولوية وعلى رأسها حياة كريمة لم يتم المساس بيها، لأن هذا المشروع إحنا ناعي تماما ونؤمن كدولة مصرية إن بيحقق العديد من المستهدفات اللي ما نقدرش النهاردة نتخلى عنها أو يحصل تباطؤ. لكن اللي بيحصل وحقولها بمنتهى الأمانة غصب عننا، وحقول إيه اللي بيحصل، إن ببساطة شديدة إن نتيجة للمشكلة الخاصة بموضوع توريد المواد الخام اللي بتدخل في تصنيع كل المنتجات اللي بتحصل هنا، دي حاجات بنستوردها من بره، بعض الآلات والمعدات برضو بنستوردها من بره. النهاردة بقى في تأخر في توريد هذه المستلزمات والمواد الخام من الخارج، فده اللي خلانا غصب عننا كجهات تنفيذية بالرغم ان التمويل متاح ان احنا بنعمل اعادة يعني جدولة للمشروعات. كان مدبولي قد وصل إلى محافظة البحيرة ضمن جولاته التفقدية لمتابعة سير العمل بمشروعات مبادرة حياة كريمة بمحافظات الجمهورية. وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات المبادرة، وذلك نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وبما يمثل كذلك تعزيز فرصة توطين الصناعات والاعتمادات على التكنولوجيا المحلية، وذلك بالشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص. وخلال زيارتي لمحافظة البحيرة تفقد مدبولي مواقع العمل بمشروعات حياة كريمة بقرية كفر داوود التابعة لمركز وادي النطرون. واستهل رئيس الوزراء جولته بتفقد مشروع سكن كريم الذي يضم عددا من الوحدات السكنية وحظائر المواشي، ويتم تنفيذ المشروع في العديد من القرى بوادي النطرون وأبو حمص ودمنهور بزاوية غزال إلى جانب مركز حوش عيسى بإجمالي 40 عمارة سكنية تشمل 320 وحدة و320 حظيرة. كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالبحيرة مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية ومركز تنمية وصحة الأسرة والمجمع الزراعي، وكذلك تفقد مركز الشباب بكفر داوود.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة تسخير جميع الإمكانات من أجل سرعة إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر التي تتمتع فيها مصر بميزة نسبية كبيرة، كما أنها تعد بوابة جديدة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع وزير الكهرباء محمد شاكر ووزير البترول طارق الملا. وشهد الاجتماع متابعة خطط الربط الكهربائي مع عدد من الدول المجاورة، فضلا عن استعراض خطة لترشيد استهلاك الكهرباء في ظل أزمة الغاز عالميا وجهود الحكومة لتصدير الفائض لديها. عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا لبحث ملفات عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. استعرض الاجتماع مقترحات تطوير منظومة الطلبة الوافدين ودراسة التطبيق للسنة التأسيسية بالجامعات الخاصة والأهلية، كما تم التطرق إلى ملف تنظيم معارض دولية للتسويق للتعليم العالي المصري في ظل الطفرة العلمية التي تشهدها الجامعات المصرية طبقا لتقارير مؤسسات التقييم العالمية. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف فض التشابكات الحكومية بين الوزارات والجهات. شهد الاجتماع استعراض موقف المديونيات بين الوزارات المعنية، مع الإشارة إلى أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير أو وزارة المالية لإجراء التسويات المطلوبة لهذه المديونيات، وذلك عن طريق مقاصات في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات بين الجهات المختلفة. وكلف رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية بوضع تصور بهذا الشأن. استقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب المجموعة الثانية من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والتابع للأكاديمية الوطنية للتدريب. تأتي الزيارة في إطار التعاون المستمر والبناء بين مجلس النواب والأكاديمية الوطنية للتدريب لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من متدربي البرنامج الرئاسي للقيام بزيارة تفاعلية والاطلاع على أسلوب العمل ومهام مجلس النواب بحسب الدستور، ولتطبيق ما يتم دراسته خلال فترة التأهيل بالبرنامج. تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من مراكز التدريب لجنود القوات المسلحة، كما قام بالمرور على إحدى تشكيلات الدفاع الجوي للاطمئنان على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي والوقوف على مستوى التدريب والحالة الفنية والإدارية للأفراد والمعدات. والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من الجنود الذين يقضون فترة الإعداد العسكري بمراكز التدريب. وأشار الفريق أسامة عسكر إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد الفرد المقاتل القادر على حماية الوطن والذود عن مقدراته، مؤكدا على ضرورة الارتقاء بمنظومة التدريب وتطويرها وامتلاك أسلحة ومعدات حديثة للوصول بالقوات المسلحة إلى أعلى درجات الكفاءة القتالية. أعلن المتحدث العسكري وصول فريق الألعاب الجوية الكوري الجنوبي إلى إحدى القواعد الجوية المصرية لمشاركة نظيره من القوات الجوية المصرية في تنفيذ عرض جوي فوق سفح الأهرامات في 3 أغسطس الجاري. يشارك فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي بعدد من الطائرات التي ستنفذ عددا من العروض الجوية المتميزة بالتزامن مع تقديم فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرات الهلجازال المصري حورس عروضا جوية مبهرة، وكذا تقديم عناصر من قوات المظلات المصرية لعدد من العروض أثناء فعاليات المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقات العسكرية المصرية بعدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع المواد المخدرة بالإسماعيلية، وبحوزة عناصره قرابة طن من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين. كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مصنع لتصنيع مخدر التامول والكابتاجان بالشرقية بداخله كمية كبيرة من هذين المخدرين والمواد والأدوات المستخدمة في التصنيع. ح
حرب شرسة تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد تجار ومروجي المواد المخدرة لحماية المجتمع من تداعياتها السلبية استطاعت خلالها أن تحقق نتائج إيجابية، فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط تشكيل عصابي تخصص في تصنيع وإعادة تدوير مخدري الحشيش والهيروين بنطاق محافظة الإسماعيلية. على الفور وعقب تقنين الإجراءات استهدفت الإدارة وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة إحدى المزارع بدائرة مركز شرطة فايد اتخذها عناصر التشكيل وكرا لتصنيع وتخزين المواد المخدرة والترويج. أسفرت عمليات التفتيش والتمشيط للمزرعة المستهدفة عن كشف عدد من المخازن السرية للمواد المخدرة بداخلها قرابة طن من مخدر الحشيش المعبأ داخل أجولة، فضلاً عن ضبط أكثر من 243 كيلوغرام من مخدر الهيروين و14 كيلوغرام من مخدر الأفيون. كما أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط كمية من المواد الخام والمكابس والقوالب التي تستخدم في عمليات إعادة تدوير وتصنيع مخدر الهيروين، وعثر بالمخازن على 9 بنادق آلية وطبنجة وأكثر من 1000 طلقة نارية مختلفة الأعيرة. قدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 110 مليون جنيه. ومع تواصل ضربات الإدارة ضد تجار ومصنعي المواد المخدرة استهدفت بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الشرقية إحدى البؤر الإجرامية لتصنيع المواد المخدرة بالعاشر من رمضان والتي يتخذها بعض العناصر الإجرامية وكرا لتصنيع عقاري التامول والكبتاجون. وتمكنت من ضبط قرابة 300 ألف قرص مخدر لهذين العقارين وكذا المواد والأدوات المستخدمة في التصنيع، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 17 مليون جنيه. هذه الضربات الأمنية الناجحة تسهم في تجفيف منابع المواد المخدرة بما يحمي الشباب من الوقوع في براثن الإدمان. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 463 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 430 طن. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 404 أطنان. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 26 طن. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 715 قضية من بينها 158 قضية خبز ناقص للوزن و 128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح تم ضبط 22 طن أقمح.
قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إن مركز التنسيق المشترك أزن للسفينة رازوني بالإبحار في ميناء أوديستا الأوكراني بناء على اتفاق لتصدير الحبوب الأوكرانية. وأكد المركز أنه وافق على الإحداثيات والقيود المحددة للممر البحري الإنساني الآمن وفقا لإجراءات الملاحات الدولية، مشيرا إلى أن السفينة تحمل أكثر من 26 ألف طن من الذرة. انفراجة جديدة لأزمة الغذاء العالمية تبدو في الأفق وسط انتكاسات متوالية شهدتها الأسواق العالمية جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية. فقد غادرت أوكرانيا أول سفينة محملة بالحبوب منذ بدء العملية العسكرية الروسية متوجهة إلى لبنان من ميناء أوديسا، وذلك بموجب اتفاق لتوفير ممر آمن ومضمون يسمح بمرور شحنات الحبوب من وإلى 3 مواني أوكرانية. ومن المقرر طبقا للاتفاق الموقع في 22 يوليو نشر سفن أخرى في نطاق الممر المحدد والطريقة المتفق عليها. إلى ذلك قال مسؤولون بالرئاسة الأوكرانية إن هناك 17 سفينة رست في مواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، وعلى متنها ما يقرب من 600 ألف طن من البضائع، من بينها 16 سفينة تحمل حبوبا أوكرانية بحمولة إجمالية تبلغ حوالي 580 ألف طن. وتوقفت شحنات أوكرانيا عبر البحر منذ فبراير الماضي، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة. ونفت موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء، وألقت باللوم على العقوبات الغربية في تباطؤ الصادرات وعلى أوكرانيا لتلغيم مياه المواني. ومع إغلاق المواني الأوكرانية بسبب الأزمة اضطرت أوكرانيا، وهي من أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، إلى إرسال الشحنات عبر حدودها الغربية معتمدة على السعة المحدودة للقطارات والمواني الصغيرة على نهر الدانوب. هي إذن خطوة على طريق طويل يتنفس من خلالها العالم الصعداء، أملا في أن تخفف من أزمة الغذاء العالمية في انتظار أن تضع الحرب أوزارها. في أول تعليق روسي على قرار استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية، أكدت الرئاسة الروسية أن أنباء خروج أول سفينة محملة بالحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني إيجابية للغاية. من جهة أخرى أكد وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولى منذ فبراير الماضي يشكل انفراجة للعالم، بينما قال وزير البنية التحتية الأوكراني إنه إذا تم الانتهاء من صفقة الحبوب بالكامل فستبدأ بلاده المشاورات لفتح ميناء ميكولايف. رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمغادرة أول سفينة تحمل شحنة للحبوب من المواني الأوكرانية. وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تكون هذه السفينة الأولى بين العديد من السفن التجارية بموجب الاتفاقية الموقعة، وأن تحقق الاستقرار والمساعدة الضروريين للأمن الغذائي العالمي، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الحساسة الحالية. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت صاروخين أمريكيين من طراز هيمارس في خاركيف، إضافة إلى تدمير نظام إطلاق لصواريخ هاربون المضادة للسفن في أوديسا. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن القوات المسلحة الروسية تمكنت من قتل نحو 53 من الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب، وذلك في إطار تواصل عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. أعلنت الخارجية الروسية إدراج 39 بريطاني على قائمتها السوداء بدعوى مساهمتهم فيما وصفته بمسار لندن العدائي الهادف لشيطنة موسكو وعزلها دوليا. أوضحت الخارجية الروسية أن القائمة تضم عددا من السياسيين والصحفيين على رأسهم زعيم حزب العمال كير ستارمر ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون. ومنعت موسكو عشرة البريطانيين وغالبيته من السياسيين والصحفيين من دخول روسيا منذ بدء حملتها في أوكرانيا. وتشمل الإضافة الجديدة العديد من نواب حزب العمال والسياسيين الاسكتلنديين وأعضاء في مجلس اللوردات.
أعلن البنك المركزي الروسي تمديد الحظر على سحب العملة الأجنبية من الودائع المصرية لمدة 6 أشهر إضافية. وأوضح المركزي الروسي أن قرار التمديد يحظر على الأفراد سحب الأموال بالدولار واليورو من الودائع، ولكن يمكن سحبها بالعملة الروسية الروبل بناء على سعر الصرف في يوم السحب. وفي غضون ذلك انخفض الروبل الروسي أمام الدولار لأقل مستوى له منذ أكثر من 3 أسابيع، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار النفط، وبعد أن فقدت العملة الروسية الدعم في فترة تحصيل الضرائب بنهاية الشهر الماضي. أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ أن العالم يجتاز أزمة طاقة تاريخية وغير مسبوقة، وأشار أيضا إلى أن منظمة أوبك تعد شريكا دوليا وموثوقا في دعم الجهود الدولية لتجاوز الأزمة الراهنة. تستعد لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لتنفيذ أكبر زيادة لسعر الفائدة في ربع قرن، وذكرت صحيفة ذا تايمز البريطانية أنه سيتم رفع أسعار الفائدة إلى 1.75% ارتفاعا من 1.25% في الوقت الحاضر. وأوضحت الصحيفة البريطانية أن التجار أصبحوا واثقين بشكل متزايد من ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس بعد انتعاش غير متوقع في أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهر مايو، ووسط استمرار الضيق في سوق العمل، حيث ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 9.4% في العام حتى يونيو. شهدت المصانع البريطانية بداية مقلقة لفصل الصيف، حيث عانى المصنعون البريطانيون من أول انخفاض في الإنتاج منذ أكثر من عامين في يوليو الماضي. وكشفت صحيفة غارديان البريطانية أن الشركات تأثرت بضعف طلب السوق وصعوبات في الحصول على المواد فضلا عن تأخير النقل. كما أشارت الصحيفة إلى انخفاض مؤشر المشتريات لأدنى مستوى له خلال 25 شهرا. هذا وقد ألقت الشركات باللوم في انخفاض الطلبات الجديدة على أزمة تكلفة المعيشة وضعف الطلب المحلي. أعلن معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية أن أكثر من 73% من الشركات الصناعية أبلغت عن اختناقات في المواد خلال الاستطلاع الذي أجراه في يوليو الماضي، حيث لا يزال نقص المواد يسيطر على الصناعة الألمانية وبقوة. أشار المعهد إلى أنه لا توجد مؤشرات على انتعاش كبير في شراء المواد الهامة للأشهر القليلة القادمة، حيث لا يزال الوضع حرجا لا سيما في القطاعات الأساسية للصناعة الألمانية مثل الصناعات الكهربائية وقطاع تصنيع الآلات وقطاع السيارات. نشرتنا مستمرة معكم وفيها غوتيريش يقول إن البشرية على بعد خطوة واحدة قد تؤدي إلى الإبادة النووية. قالت وزارة الدفاع العراقية إنها تعمل على حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة، وشددت الوزارة على أن جميع القادة والضباط والموظفين بها يقفون على الحياد لكونها جهة مسؤولة، وذلك عن حماية العراق. جاء ذلك تعليقا على مقطع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لضابط يدعي أنه مدير الاستخبارات بالوزارة وأنه من المؤيدين للمتظاهرين. تعهد الرئيس اللبناني ميشيل عون بتوفير كل الظروف المواتية لانتخاب رئيس جديد للبلاد لاستكمال مسيرة الإصلاح. وأعرب عون خلال كلمته في الاحتفال بعيد الجيش عن أمله ألا يكون مصير الانتخابات الرئاسية مماثلا لمصير تشكيل الحكومة الجديدة التي لم تتوافر لها حتى الآن المقومات والمعايير الضرورية للقيام بمسؤولياتها. أعلنت وكالة الأنباء الكويتية صدور مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة والمؤلفة من 12 وزيرا برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح. وتخلف الحكومة الجديدة حكومة تصريف الأعمال التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو الماضي.
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن العالم على بعد خطوة واحدة غير محسوبة قد تؤدي إلى الإبادة النووية، في وقت يواجه فيه تهديدا لا مثيل له منذ ذروة الحرب الباردة. وفي كلمة أمام مؤتمر الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قال غوتيريش إن الحظ قد حلف العالم حتى اليوم بشكل استثنائي ومنع الإبادة النووية. عندما تكون أمامنا الأزمات فإن الجوانب المتعلقة بالسلاح النووي تصير أكثر خطورة، فمن الشرق الأوسط إلى شبه الجزيرة الكورية وصولا إلى الاجتياح الروسي لأوكرانيا هناك أزمات حيثما حللنا وارتحلنا. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه على روسيا أن تثبت استعدادها لاستئناف العمل بشأن الحد من انتشار الأسلحة النووية، وأضاف بايدن أن بلاده مستعدة للتفاوض على وجه السرعة للوصول لإطار جديد للحد من الأسلحة النووية، لافتا إلى أن الصين تتحمل مسؤولية كبيرة ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. في المقابل، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة ألا تندلع الحرب النووية أبدا، مشيرا إلى أنه لن يوجد منتصر في هذه الحرب حال اندلاعها. وخلال رسالته إلى المشاركين في مؤتمر حول معاهدة حظر الانتشار النووي في نيويورك، جدد بوتين التزام بلاده بمعاهدة حظر الانتشار النووي روحا ونصا بصفتها كطرف فيها، وهي إحدى الدول المنوط بها التنفيذ، مشيرا إلى أن المعاهدة تصب في مصلحة الدول النووية وغير النووية. التقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي برئيسة سنغافورة في مستهل جولتها الأسيوية التي ستشمل اليابان وماليزيا وكوريا الجنوبية، وتهدف الجولة إلى بحث سبل تعزيز المبادئ والمصالح المشتركة، حيث سيتم مناقشة السلام والأمن والنمو الاقتصادي والتجارة والتصدي لوباء كوفيد-19 وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والإدارة الديمقراطية. أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ستتوقف في تايوان لليلة واحدة خلال جولتها الآسيوية. ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول أمريكي تأكيده أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على مدار الساعة لمراقبة أي تحركات صينية في المنطقة وتأمين خطة للحفاظ على سلامة رئيسة مجلس النواب. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود أجهزة الدولة بشأن إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع للسيد الرئيس مع لواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ولواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، ولواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، ولواء أركان حرب محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكا. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكا. وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكا، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة، فضلا عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، خاصة ما يتعلق بمحطات الرفع العملاقة وشبكات المياه وأجهزة الري المحوري وتبطين الترع، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والهندسية الجاري تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية، وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي. وقد وجه الرئيس بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا وتطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة.
حققت مصر خلال العام الماضي إنجازات هامة على المستويات المحلية وكذلك الإقليمية والدولية في مجال مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وخلال احتفال اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، أشارت السفيرة نائلة جبر في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أشارت إلى تصدر الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمنع ومكافحة الإتجار بالبشر 2022-2026 تصدرها لقائمة الإيجابيات. احنا كل شغلنا هو مع المنظمات الدولية وفي اهتمام بذلك، ودليل على وجودهم كلهم معانا، وأيضا دليل على مشاركتهم في تنفيذ البرامج والاستراتيجيات المصرية، وده في إطار احترام مصداقية مصر وجديتها في التعامل مع الموضوع. إننا مثال جيد يحتذى به على المستوى الإقليمي ليس المحلي فقط، الإقليمي. الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر فرصة لتهنئة الدولة المصرية على إنجازات مهمة قطعتها الدولة أو حققتها الدولة لمنع الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها، وده منع أسوأ صور الاتجار بالبشر. اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر يهدف إلى التوعية بالجريمة وبأهمية حماية الضحايا وكيف يتم استغلالهم ونوعية الدعم الذي يحتاجونه، وأيضاً رفع الوعي مهم لضحايا هذه الجريمة ولابد من إعادة دمجهم. نحن نعمل على قضية الإتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على عدة محاور، وهي المنع والتجريم والإنقاذ والحماية. تقوم الحكومة بجهود كبيرة من أجل توفير المخزون الاستراتيجي من السلع بكميات كبيرة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي بزيادة مقررة على بطاقات الدعم من السلع طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا. جهود كبيرة تقوم بها الحكومة لتوفر المخزون الاستراتيجي من السلع بكميات كبيرة. يأتي هذا المخزن بمحافظة الجيزة ليكون شاهداً على جاهزية واستعداد الحكومة لتوزيع السلع التموينية لشهر أغسطس الجاري على المنافذ وبدء صرفها للمواطنين. منطقة الجيزة بتصرف تموين في الشهر ما يعدل ب 98 مليون للبديلية التموينين وجمعياتي بقائمة أسعار، وبتوفر في جميع الفروع قائمة المنظومة حضرتك اللي هي 25 سلعة. بالنسبة للمخزون الاستراتيجي، المنظومة التموينية بتتكون من 25 سلع، ال 25 سلعة متوفرين أساسا بما يكفي من متوسط من 3 إلى 6 شهور في جميع المخازن والمخازن الاستراتيجية والمصانع. السلع بتورد أساسا بينصرف، انصرف الدفعة الأولى للبدالين التموينين وجمعياتي ابتدى ينصرف فيها من 27 من يوم 27 من الشهر الماضي. فالحمد لله عندنا مخزون لا يقل عن 3 شهور، مخزون استراتيجي موجود من كافة ال 25 سلعة. بالنسبة عندنا 160 فرع متطور وتجزئة موجود على مستوى شركتنا متوفرين فيه، بيصرف منه نقاط الخبز والتموين، المواطن بيخش يصرف منها وبيخش ينقي احتياجاته منها، موجودة بصفة منتظمة. أما هذا المنفذ فهو واحد من 40,000 منفذ تمويني يقوم بصرف 25 سلعة تصرف شهريا للمواطنين وسط حملات رقابية يومية على هذه المنافذ للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة للتأكد من جودة السلع. طبعا زي ما حضرتك شايف المكان الحمد لله السلع متوفرة والأسعار مناسبة، وزي ما حضرتك كنت في زيارة لمخازن الجملة الحمد لله ما فيش سلع ناقصة، السلع كلها متوفرة بالأسعار الرسمية والسلع كلها متاحة بكميات المواطن عايزها، والحمد لله كل حاجة موجودة. احنا في فترة الخمس أيام الأولانيين بنبقى معديين من 50-60% من تارجت اللي بنصرف طول الشهر، وده يؤكد إن السلع كلها متوفرة. كون المواطن بيصرف طول الشهر في خلال 30 يوم ونص، المواطنين اللي بيصرفوا طول الشهر يصرفوا في خلال 5-6 أيام، ده يؤكد توفر السلع. السلع متوفرة كم وكيف
كل الاصناف موجوده، كمياتها موجوده. ده السلع اللي هي متوفره تبع وزاره التموين بالاضافه للسلع الحره اللي احنا بنجيبها دي على فرق العيش. تأتي هذه الجهود تزامنا مع توجيهات الرئيس السيسي بزيادة مقررة على بطاقة الدعم من السلع طبقا لبرنامج الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا، والتي ستنفذ قريبا لمدة 6 أشهر. محمود جميل، التلفزيون المصري. وما هو قادم في نشرتنا أخبار الاقتصاد مع آية الكفوري. إليك آية. شكرا أميرة، شكرا هبة، والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مصر جاءت في المرتبة الثالثة على المستوى العربي في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 5 مليارات و400 مليون دولار. وفي رسم معلوماتي نشره مركز المعلومات، أشار المركز إلى أنه تم تنفيذ 58 مشروعا أجنبيا في مصر خلال 2021 بواسطة 50 شركة أجنبية وفرت 9000 وظيفة جديدة. ولفت المركز إلى أن مدينة القاهرة جاءت في المرتبة الخامسة من حيث أهم المدن المستقبلية للمشروعات بنحو 25 مشروع. أكدت وزارة البترول أهمية دراسة واستكشاف إمكانية التعاون خلال الفترة المقبلة مع المؤسسة الملكية الكندية لسك العملة لتطوير وتحديث صناعة تعدين الذهب في مصر. وخلال استقباله رئيسة المؤسسة والوفد المرافق لها، أكد وزير البترول طارق الملا أن الجهود الجارية لتطوير وتحديث قطاع التعدين المصري تستلزم إقامة شراكات بصفة مستمرة مع شركات ومؤسسات عالمية كبرى للاستفادة مما تملكه من خبرات. كما لفت الملا إلى أن مصر تمتلك مميزات كبيرة أمام الاستثمارات التعدينية مثل توافر الكوادر البشرية المؤهلة والتكنولوجيا والبنية التحتية. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جاما وجود توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بتذليل كافة التحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي. وخلال استقبالها نظيرها الجيبوتي والوفد المرافق له، بحثت الوزيرة سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين. كما استعرض اللقاء التطورات الاقتصادية العالمية الحالية في ظل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت سوق المال التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب. وتراجع رأس المال السوقي بنحو 2,600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 630 مليار و800 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر إي جي إكس 30 اليوم عند 9467 نقطة ليغلق عند مستوى 9423 نقطة، منخفضا بنسبة 46%. أما عن مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 فقد فتح اليوم عند 1868 نقطة ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، متراجعا أيضا بنسبة 61%. أما عن مؤشر إي جي إكس 100 الأوسع نطاقا فقد فتح اليوم عند 2734 نقطة ليغلق عند مستوى 2699 نقطة، متراجعا بنسبة 29%. من البورصة المصرية إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 18.91 جنيها سعر البيع، 18.98 جنيها عن اليورو، 19.35 جنيها بالنسبة لسعر الشراء، وسعر البيع 19.43 جنيها. نصل الجنيه الاسترليني 23.12 جنيها، وسعر البيع 23.22 جنيها. وأما بالنسبة للعملات العربية، نبدأها معكم من الدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5.14 جنيها، وسعر البيع 5.16 جنيها. وأخيرا الريال السعودي سعر الشراء 5.03 جنيها، وسعر البيع 5.05 جنيها.
ننتقل معكم إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث استقر الذهب العالمي قرب أعلى مستوى له في 3 أسابيع مسجلا 1766 دولارا للأوقية. وعلى الصعيد المحلي سجل جرام عيار 18 نحو 891 جنيها، في حين وصل عيار 21 سار اليوم إلى 1040 جنيها، ولمس عيار 24 سار وصل اليوم إلى 1189 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سار وصل إلى 8320 جنيها. تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاء من بينهم روسيا في مجموعة تعرف باسم أوبك بلاس الأربعاء المقبل لاتخاذ قرار بشأن إنتاج شهر سبتمبر. ونقلت رويترز عن مصدر في أوبك بلاس أن زيادة متواضعة لشهر سبتمبر ستتم مناقشتها في اجتماع الثالث من أغسطس، بينما قالت مصادر أخرى أنه من المرجح أن يظل الإنتاج ثابتا. وتشهد بداية أغسطس قيام أوبك بلاس بالتخلي عن تخفيضات الإنتاج القياسي بالكامل منذ انتشار جائحة كورونا في عام 2020. وكان الأمين العام الجديد للمجموعة قد أكد مجددا أن عضوية روسيا في أوبك بلاس تمثل أهمية حيوية لنجاح الإنفاق بشأن إنتاج سبتمبر. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى هبة حسين وأميرة العودة إليكم. شكرا لك يا آية. تحل اليوم ذكرى وفاة الأديب الكبير يوسف إدريس الذي رحل عن عالمنا في عام 1991 عن عمر نهز 64 عام. وللأديب الراحل العديد من المؤلفات القصصية والروايات والمسرحيات، من بينها حادثة شرف والحرام والنداهة والعيب، وحصل خلال مسيرته على العديد من الأوسمة. وفي نهاية النشرة لم يتبقى لنا سوى التذكرة بأبرز ما جاء فيها من أخبار. الرئيس السيسي يوجه بإنشاء أكبر مجمع صناعي للبولي إيثيلين في الشرق الأوسط، ويتكون من 6 مصانع متكاملة. مدبولي يتفقد مشروعات حياة كريمة بالبحيرة، ويؤكد أن مشروعات الحماية الاجتماعية أولوية للحكومة مهما كانت التحديات. بعد مغادرة أولى سفن الحبوب للموانئ الأوكرانية، موسكو ترحب وكييف تعتبره انفراجة للعالم. انتهت نشرة السادسة من التلفزيون المصري. شكرا لكم وإلى اللقاء.